السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الله عز وجل عندما ذكر الدنيا قال هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها. إيش قال فامشوا. وعندما ذكر الله عز وجل أمر الصلاة ماذا قال؟ اختلف المسير. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عندما ذكر الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكر الصلاة قال فاسعوا، وعندما ذكر الله الجنة ماذا قال ربي؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال في آية أخرى سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعندما ذكر الله عز وجل الفرار إليه والرجوع إليه والبكاء بين يديه والانطراح بين يديه والاستغفار والإنابة ماذا قال ربي؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. في هذه الجلسة شيخ نايف نريد أن نجعل شعارنا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. احنا اصلا مين لنا غير الله؟ الله اكبر. المهموم مين له غير الله؟ المديون مين له غير الله؟ المريض مين له غير الله؟ صاحب الذنوب من له غير الله؟ ترى احنا اليوم اجتمعنا في هذه الحديقه وجايين وجلسنا، والله جايين نبغى نقرب من الله، نبغى نفر الى الله عز وجل، نبغى نمشي الى الله، بل نهرول الى الله. كيف نهرول الى الله؟ نعم، انت لما تسابق وتسارع الى الطاعه انت تمشي الى الله، انت تهرول الى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أقسم بالله أجمل إقبال الإقبال على الله لما نشوف شبابنا بالآلاف يجون ويجلسون في هذا المكان عشان يسمعون ذكر الله، عشان يقربون من الله. أقسم بالله هذا إقبال على الله، والله سبحانه وتعالى يحب الإقبال عليه، ومن أقبل على الله الله جل في علاه يقبل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.